اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبدأ مع بعض، بسم الله. هنعمل النهاردة البورتفيه ده مع بعض. بص، جميل جدا وسهل وبسيط خالص خالص. بصي هي كده هتبان التعريجة بتاعت الغرزة اهي. هو سهل وبسيط، بنطلع بيه قطعة واحدة على طول من غير ما نقعد بقى نوصل من هنا ولا من هنا اهو. ومن جوه بالشكل ده اهي، لسه هركب طبعا السوستة. هو ممكن ما يحتاجش بطانة ولا حاجة عشان الغرزة ضيقة اصلا، ولو عايزة تركبي له بطانة براحتك. نشوف الطريقة مع بعض وهنستخدم ايه. نستخدم خيط المكرمية المصري، خيط المكرمية المصري زي كده. هو بيجي على شكل شلات بالشكل ده، بصي بيجي كده بالمنظر ده ايه، تبقى كده شلات شلات بقى كذا واحدة من دي. وبعدين انا بقى بروح فكها ولفها زي كده، لان طبعا لو شغلتي بيه كده مش هينفع، لازم نلفه بالشكل ده. في منه رفيع شوية وفي منه يعني دي سميكة شوية، لكن اللي انا عاملة بيها البورتفيه ده باين عليه رفيعة ارفع سنة، يعني في منه مختلف السمك شوية. هنعمل البورتفيه ازاي مع بعض بالشكل ده. انا هستخدم معايا ابرة مقاس 4. عملتها نبدأ الاول نعمل سلسلة. السلسلة ديت بالسنتي 20 سنتي. عايزة بقى تكبري البورتفيه عن كده، بس طبعا انا شايفة الحجم ده مناسب كويس، يعني ممكن تحطي فيه الموبايل وهيبقى مرتاح فيه اهو، وحاجة كمان معايا. يبقى بدأنا السلسلة 20 سنتي. طب العدد 23 سلسلة، يعني دول 23 سلسلة بالسنتي 20 سنتي. هنعمل القاعدة دي الأول، وبعدين نعمل الغرزة، نشتغل الغرزة بتاعتنا. بعد ما عملنا 23 سلسلة هرتفع سلسلة، وبعدين هعمل في السلاسل دي كلها حشو. كده هدخل السلاسل كلها نعملها مع بعض. انا ماليش في البورتفيهات قوي يعني، والشغل بالمكرميه او الشنط وكده، حتى هتلاقوا فيديوهات الشنط قليله على القناه، بس قلت بقى ايه اتعلمها معاكم، اتعلمها مع بعض. بصي انا بدل شغاله دلوقتي حشو، كله حشو اهو. ممكن تستخدمي ابره مقاس 5، ابره مقاس 6، تبقى مناسب برضو. ادخل كده واخرج من لفتين بالشكل ده. انا بقى هعمل ايه؟ هعمل كله حشو للاخر. عملت صف كله حشو اهو. الغرزة الأخيرة اللي أنا عملتها حشو دي هعمل معاها 2 كمان، يعني في نفس المكان اللي عاملة فيه حشو ده هعمل واحدة كمان. واحدة كمان في نفس المكان. أهي. يبقى نفس المكان ده عملت ايه 3 حشو. بعد كده هلف، دي اللي أنا اشتغلت فيها، هلف بقى كله كده حشو. بصوا هتميل معاكي اهي، هترفع معاكي كده كله حشو. هنعمل بقى كله حشو كده لحد ما اوصل لهنا كده. هي بدأت ترتفع معايا بالشكل ده، وصلت للطرف التاني اهو. دي غرزة الحشو اللي احنا عملناها في الاول. دلوقتي بقى هعمل جنبها 2 كمان، عشان احنا عملنا هنا 3 حشو في نفس المكان، هنعمل هنا برضو 3، يعني احنا كنا عاملين واحدة هنعمل 2 معايا في نفس المكان كده. واحدة الثانية كده بقى يبقوا 3 بقى، زي ما احنا ايه بدأنا، زي ما احنا عملنا الناحية التانية خيط ايه بيوجع الايد يعني.
في الاخر بقى بتبقى النتيجه حلوه زي كده. وبص ماسك نفسه، افتحي كده اهو ماسك نفسه كده، بس ده اتخن شويه، ده كان رفيع. هنعمل ايه من غير ما اقفل بمنزلق ولا الكلام دوت؟ همشي بقى فوق كل غرزه حشوه عادي من غير تزايد، احنا مش هنعمل تزايد تاني، هو كده بس وادانا الشكل اهو. همشي حشو كده رايح جاي، وسطر كمان هيبقوا 3 حشو كده. هدخل بقى اهو في الغرزه، هطلع بقى كده وهعمل حشو على طول. شو الله تطلع. انا كده ماشي حشو زي ما قلت، بس انا بقى قلت لكم هعمل 3 سطور حشو، لا احنا شط السطر الاولين والسطر ده خلاص، هما 2 كفايه عشان الخيط اصلا سميك، فالسطرين الحشو عاملين عروض. هنشتغل حشو 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 لحد ما اوصل لهنا تاني. خلصت دلوقتي اهو سطر الحشو اللي قلنا عليها، ادانا الشكل اهو، دي القاعده. وبعد كده نشتغل الغرزه بتاعتنا. انا غيرت الابره، يعني كنت شغاله بابره مقاس 4 اهي، لا لقيتها مضايقاني بالنسبه لسمك الخيط ده، فاستخدمت ابره مقاس 6.5، لقيتها كويسه مريحاني اكتر. خلاص ده انا استخدمت فيه ابره مقاس 4 وحلو، كانت حلوه معايا، كانت مريحاني. عشان بصي في فرق في سمك الخيط ازاي، بصي ده رفنع قوي وده في فرق، عشان كده اشتغلت دي ب4 حلوه قوي، لكن السمك ده ينفع معاه 6.5. خلاص انا كل ما حاجه تقابلني، احنا قلنا نتعلم مع بعض، كل ما حاجه تقابلني وانا شغاله هقول لكم عليها. يبقى ده كنت شغاله ب4 زي ما قلت لك كده، عشان السمك زي ما وريتك. بصي ده بقى هستخدمه ب6.5، عشان ده يعني تقيل شويه كده، وكان من الابره 4 دي كانت مضايقاني قوي. بعد كده هنعمل بقى الغرزه بتاعتنا ازاي. بعد ما خلصت بقى، بص احنا نعمل غرزه نص عمود وغرزه منزلقه، غرزه نص عمود وغرزه منزلقه. ازاي؟ هنيجي هنا بالغرزه دي كده، هنعمل نص عمود، هنلف الخيط اهو وهندخل. بصوا حتى ايه الابره دي مريحاني اكتر على طول، اسهل كده. نص عمود اللي وراها منزلقه كده، منزلقه نخرج على طول من غير ما بنلف الخيط اهو. خلاص اللي بعدها نص عمود، واللي بعدها منزلقه، ندخل الخيط نسحب على طول كده من غير ما نلف ولا حاجه. اللي بعدها نص عمود كده بقى لحد ما نوصل لاخر السطر، اللي بعدها منزلقه كده. يبقى تعملي ايه؟ غرزه نص عمود وغرزه منزلقه، غرزه نص عمود وغرزه منزلقه كده لحد ما نوصل لهنا. انا كده كملت السطر اهو كده للاخر. هعمل ايه بقى؟ بص في الغرزه اللي هي كانت نص عمود، هبدل بقى، هعمل فوق النص عمود دي منزلقه، وفوق المنزلقه نص عمود، فوق النص عمود منزلقه، فوق المنزلقه نص عمود، هبدل. هيبقى سطر كده وسطر كده على طول، يعني السطر اللي فيه نص عمود تعملي فوقها منزلقه، والمنزلقه تعملي فوقها نص عمود لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه. طب الطول اللي انا عاوزاه اقيسه ازاي؟ بجيب الموبايل بقى، انا مثلا عايزه ياخد الموبايل كده، هتحطي الموبايل كده وتشوفي الطول بقى وتزودي بعديها شويه عشان السوسته، ويبقى كده الطول بقى المناسب اللي انت محتاجاه، العرض قصدي، العرض كده مش ده الطول اهو، العرض اللي هنعمل ايه بقى. بصي دي نص عمود، نص عمود اهي هنعمل فيها منزلق ودي منزلقه اهي هنعمل فيها نص عمود. كده دي نص عمود هنعمل فيها منزلقه
لخبط عرض وطول. يبقى ايه، احنا العرض عملناه 20 سنتي، الطول بقى مهم. عملنا المنزلقة اهو، المنزلقة هنا، هنا دي بقى منزلقة هنعمل فيها نص عمود. ودي نص عمود هنعمل فيها منزلقة كده بقى لحد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه، الطول اللي انت محتاجاه. طيب تعرفي ازاي بقى؟ بصي، نص عمود بتبقى 2 كده، المنزلقة بتبقى 1 عشان ما تلخبطيش، عشان ممكن هتلاقيهم شبه بعض كده تلخبطي. النص عمود تبقى كده، المنزلقة اهي عشان لما تيجي تعملي فوقيها ما تلخبطيش. المنزلقة بتبقى مدينا الشكل ده، 1 بس كده، النص عمود بيبقوا 2 كده طالعين، ماشي. الغرزة دي فيها حاجة بقى ايه، ان انتي شكلها في الظهر مش في وشها، يعني احنا ما احنا طالعين هتدينا الشكل ده. طب فين الشكل اللي هو اللي احنا عاملينه التدريج ده؟ فين؟ من جوه اهو. بصي عامله ازاي من جوه، عشان كده احنا بعد ما نخلص هنقلبه، هنخلي الناحيه دي من جوه والناحيه دي هي اللي بره، او براحتك بقى عايزه تخلي، بس هي شكلها الاحلى. بصي من بره، من جوه الغرزه ظهرها هو اللي بيدي شكلها، اوضح لك في الاخر بعد ما نخلص هنقلبه عشان هدينا الشكل ده. بصي من جوه بتبقى عامله كده اهي، ده اللي هيبقى اللي هو من بره، ده اللي هو من بره ده. فانا لما قلبته ده كان ظهرها، فهو ظهرها احلى. يعني انت هتفضلي شغاله هتقولي ايه ده ما ادانيش الشكل اللي في الصوره ده مثلا، لا الشكل ده هو اللي من جوه اهو. فاحنا ما نخلص هروح ماسكينه كده وقلبينه خلاص. يبقى هو تنسي بقى فوق النص عمود منزلقه، وفوق المنزلقه نص عمود، ولما تطلع السطر اللي بعده تبدلي برده لحد ما توصلي للمقاس اللي انت محتاجاه. كده انا وصلت للطول اللي انا عاوزاه المناسب. بعمل ايه بقى؟ بقيسه ازاي؟ بجيب الموبايل مثلا احطه هنا، وبعدين اشوف مقاس مظبوط ولا لا، وبعدين اعلي عن الموبايل شويه، يعني مش لحد الموبايل بالظبط، او اي حاجه انت هتقيسي عليها تحطيها جواه، علشان طبعا يبقى في مساحه للسوست اللي هنركبها. ده الوش اهو زي ما قلت لكم، ده وش الغرزه، وده الظهر هنقلبه دلوقتي ونشوف. بص الظهر حلو احلى، يعني انت لو عايزه تسيبيه على الناحيه دي تسيبيه، عايزه تقلبيه على الناحيه زي ما انا قلباه كده اقلبيه، يعني او تعملي واحد كده وواحد كده براحتك برضو. هنعمل بقى دلوقتي ايه؟ هنعمل اخر حاجه خالص سطر منزلق، هنعمل سطر منزلق، نعمل كده سطر واحد بس كده نقفل بيه، بندخل او كده ونسحب كل الغرز دي، هعمل فوقها منزلق كده. نصيحتي بقى وانتي ما تيجي تجيب الخيط المكرمية المصري ده، تجيبه رفيع شويه زي اللي انا عامله بيه البورتفيه ده. ده التخين ده تعبني زي ما شفتي كده، ايه نسينا خلينا مش عارفين الطول من العرض، وغير بقى ايه بقى وجع ايدينا. لكن لو جبت الرفيعه دي، عارفه الرفيعه دي ما خدش مني يعني في ثانيه، عملته في ثانيه، لكن ده تعبني كده في عشان سميك شويه، وبعدين بيخلي السميك ده بيخلي القطعه معاك تقيله شويه. لكن الرفيع ده يعني هو نفس النوع بس ارفع شويه، بيخلي القطعه خفيفه كده وهشه في ايدك. في ناس ما بتحبش بورتفيه او الشنطه وكده تبقى تقيله، فانتي لما تجيبي نفس النوع اهو وكل حاجه بس خيوط رفيعه شويه. دي انا شغاله كده منزلقه لحد ما اخلص الصف كله كده، منزلقه 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 لحد ما اخلص. خلاص بقى ونشوف شكله في الاخر، وقولوا رايكم بقى انفع في البورتفيهات ولا منفعش، تقولي في التعليقات وقولي لي رايكم حلو ولا ايه. إيه ما تيجي تقص الخيط بقى، او في حاجه كمان بقى اقولها لك، تيجي تقص الخيط، يعني نيجي نوصل مثلا خيط زي كده ونقصه، ما نقصوش بالمقص، قص بالولاعه لانه بينسل والضفار اللي فيه دي كده تفك، فانت تقصي بالولاعه، او انت قصتي بالمقص الساعي بالولاعه بعد ما تخلصي كده. منزلقه اهو، ده وش الغرزه اهو، ده وش الغرزه، وظهرها اللي هو ده، ده الظهر. انت بقى عايزه تخليها على الوش كده وعاجبك شكل الوش كده، هو حلو برضه، يعني عامل الخطوط كده حلو، عايزه تسيبيه كده سيبيه،
عايزه تقلبيه على الوش اللي هقلبه زي ما انا هقلبه بقى دلوقتي، اقلبيه، هسيبه واحد كده واحد كده براحتك بقى. بس ظهر انا شايفه يعني ظهر الغرزه حلو، خساره بقى يبقى هو مستخبي من جوه، يعني الشكل الحلو يبقى مدري من جوه. لا احنا نقلبه كده، انا بقى هفضل ايه منزلقه لحد ما اخلص السطر كله بالشكل ده كده، منزلقه منزلقه منزلقه. بصي عشان تدي للطرف كده شكل حلو. بصي بصي بقى خلصته وقلبته، بصي الشكل كده احلى اهو. شوفي انت بقى الشكل ده والشكل ده، ده احلى. خساره بقى لما يبقى الجمال مثلا غرزه جميله بالشكل ده ونخليها من جوه، ده الداخل اهو في خيوط بقى كانت هنا دخلتها من جوه عشان يبقى نضيف معانا، بس برضه مش باينه اهي. بصي هنيجي بقى ايه هنا زي ما قلت لك، لما تيجي تقصي ما تقصيش بالبتاع ده بالمقص كده اهي، بس خلي بالك برضه عشان ما تلسعيش، عشان بيسيح كده، بيسيح زي البلاستيك. بعد كده هسحب الخيط اهو كده. انا بعد ما خلصت السطر اللي عملناه اهو، عملت سلسلة تأمين وبعدين قصيت الخيط زي ما شفتي. ده بقى انا هنضفه من جوه، هدخله بقى من جوه كده وهخفيه. خلاص ده الظهر، ركبت بقى اللوجو، ركبته عادي خالص بالإبرة عادية اهي كده وركبته. بعد كده بقى هنحط بقى ارخم حاجة بقى بحبهاش يعني السوستة. يعني بص انا ممكن اعمل لك 20 واحد من ده بس ما ركبش سوستة بصراحة كده ولا ايه، وانا كده الكتير بتاعها غلط، المفروض تبقى كده 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 ايه، المفروض تبقى كده. اللون حلو معاه لايقه اهو، هنحطها بقى هنا. بس ايه هنسيب مسافه يعني مش الحرف قوي من تحت كده شويه، ونركبها ونخيطها عادي. انا خيطها بالابره اللي انا مركبه بها اللوجو اهي عادي، بس ما اشوف خيط نفس اللون كده مدور. بس ادي واحد اهو، شوف ده كله هو ما خدش قوي يعني. بص انت لو جبت نص كيلو من الخيط ده هيعملك 2 كميه الخيط، يعني لو جبت نص كيلو هيعملك 2 بس. هو كده جميل بقى وحلو، ايه رأيكم؟ بس لو كان الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبوا لنا في التعليقات وقولوا لنا ايه رأيك في فيديو البورتفين النهارده، عجبك ولا ايه، ونعمل لكم تاني ولا خلاص تجربة فاشلة يعني ولا ايه. اتعلمنا مع بعض، قلت لكم الملاحظات اللي قلناها، ان انت تجيبي الخيط الرفيع زي ما قلت لك ارفع شوية يبقى فتلته رفيعة شوية عندها عشان ده ما يوجعش ايدك، وكمان علشان الخيط لما بيكون سميك كده بيدي تقل للقطعة، وفي ناس بتحب القطعة تبقى خفيفة كده ما يحبوش القطعة تبقى تقيلة. تمام، سواء الشنط او البورتفيه. برضو الولاعة مهمة جدا جدا في اسلامتين، استخدمي المكرمية او السلسلة او الاطار كله زي بعضه. بس وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.